بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. أما بعد، أهلا بكم، معكم خالد محمد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنغطي مع بعض mainly ال definitions بتاعة ال dynamic allocation, dynamic memory allocation، وهنبتدي نحل مع بعض بعض ال exercises عليه. خلينا نبتدي الاول بان احنا نتكلم على ال development environment اللي احنا هنكون شغالين بيها. مين اللي احنا هنكون شغالين ببرنامج اسمه VS Code. VS Code ده IDE بيسهل لك ان انت تبتدي تكتب اكواد، يبتدي يصلح لك، يقول لك ان في ايرورز هنا، ويبتدي يعمل تيست في الكود بتاعك. فده الويب سايت، الاوفيشال ويب سايت، code.visualstudio.com. طبعا في المور تراديشنال IDEs، حاجة عاملة زي الكود بلوكس، وده specialized أكتر في C و C++ والفورترن. برضو أنت ممكن تنزله وتبتدي تستخدمه الاتنين واحد، بس في الحالتين سواء VS Code أو كود بلوكس لازم يكون معاك، أو لازم يكون عندك pre installed أو بينزل معاهم الكومبايلر بتاعنا. مين اللي احنا شغالين GCC أو G++؟ اعتقد في الاوفيشال ويب بيج انت بيسمح لك في اكتر من اوبشن تقدر تنزل بيه الكود بلوكس مع الكومبايلر او لا، وديفرنت كومبايلرز حتى. ماشي، فمين اللي احنا هنشتغل بالاوبشن الاولاني؟ هنشتغل بالفي اس كود. في في اس كود في اكستنشنز بتنزلها علشان تشتغل بلانجوج معينه، او عايز الاي دي اي ده يساعدك في اللانجوج ديت. في حالتنا هنا احنا بنستخدم مجموعة من الـ extensions، زي مثلا C++. ده extension حوالي 20 مليون واحد بنزلينه وبيستخدموه، فهو بيساعدنا ان احنا نكتب اسرع واحسن، وجودة الكود بتبقى احسن بكتير او من العادي. ماشي، خلينا بقى نبتدي دلوقتي. ده كل الكود اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نعمل run او نعمل compilation. دي ده simple code بس مش اكتر. لو عملنا هنا run يبتدي هنا في ال debug console، run تاني اهي، مفيش اصلا حاجة تشتغل. بس احنا ممكن نضيف سطر اللي هو سي اوت. فكر بعض ان السي اوت ديت بي حاجة انا اقدر اعمل بيها writing ل output في الستاندرد اوت. فهنجي اعمل ران تاني، يطلع لي هنا ادي الهالو وورلد تحت. خلينا نراجع مع بعض شويه ديفينيشنز. الديفينيشنز ديت ريليتد للكور اندرستاندنج بتاعنا. اقولهم على الاطلاق، يعني ايه فاريبل؟ الفاريبل هو بكل بساطه ميموري اسوسييتد وذ نيم. هي عباره عن ميموري ليها اسم. الاسم ده بيبقى ريليتيف لنوع لغه البرمجه، فبيفرض عليه قيود في تسميه الفاريبلز. بس اللي يهمنا اكتر ان هي ميموري اسوسييتد وذ نيم. اما اقول لك مثلا انت اكس بيساوي 5، فانا عملت هنا ديكلاريشن لفاريبل، الفاريبل ده اسمه 5، اسمه اكس اسف، وجواه الفاليو 5. يعني كاني قلت له احجز لي ميموري، الميموري ديت احط لي جواها 5 وسميها لي اكس. والاسم هنا بالنسبة لنا يعتبر مهم عشان أطبق على الميموري ديت أبسط قواعد أو أبسط الأوبريشنز اللي ممكن تطبق على الميموري. في حالتنا هنا هي الستورج أو الريتريفال للإنفورميشن من الميموري ديت. الستورج إن احنا نخزن فيها الداتا، ولكن مثلا أدي انت إكس مثلا، عملت كده ميموري نوع انتجر واسمها إكس، بقول له إكس بيساوي 10، فأنا هنا بعمل ستورج، بعمل ستورج في المكان اللي اسمه اكس، بحط جواه بحط جواه 10. اما اقول له مثلا انت زد، والزد دي بتساوي الاكس زائد 5 مثلا، فاللي عمل هنا بكل بساطه عمل ريتريفل للفاليو اللي موجوده في الاكس، ضاف عليها 5 وراح حطها في الزد. فانا قدرت هنا اطبق الاوبريشن الثانيه، نقدر تعمل ريتريفل الريتريفال اللي اوريدي داتا متخزنه في الميموري ديت. فدي تعتبر ميموري اسوسييتد وذ نيم، ده الفاريبل.
بما انها ميموري فهي لها اكيد عنوان في ال في الميموري اللي البرنامج شغال عليها. فحالتنا هنا مثلا انا عارف ان الفاليو لغايه اكس بيساوي 10 دي الفاليو ب 10. طب لو انا حابب او انا مهتم اطبع او اعرف ايه هو العنوان بتاع الاكس الفاريبل اكس في الميموري، فالاوبريتور الاولاني اللي احنا هنشوفه مع بعض هو الاند اوبريتور. هو اوبريتور بيسمح لي ان انا اعرف او اعمل ريتريفال للعنوان بتاع الاكس في الميموري. فحالتنا لما اجي نعمل ران نشوف ايه اللي هيحصل. انا ان ده هو هيكسا ديسمال ريبريزنتيشن للعنوان بتاع الاكس في الميموري، الادرس بتاع الفاريبل اللي اسمه اكس. فده الاوبريتور الاولاني اللي احنا محتاجينه هو الاند اوبريتور. اند معناها الادرس، طلع لي الادرس بتاع الفاريبل اللي اسمه اكس. تمام. طب انا دلوقتي معايا الادرس بتاع فاريبل، انا معايا الادرس دلوقتي وحابب اعرف ايه هي الفاليو اللي موجوده جوه الادرس ده بغض النظر عن نوع الفاليو. فده الاوبريتور الثاني هو الاسترسك. انا بقول له هنا هات لي الفاليو اللي موجوده في الادرس بتاع الفاريبل اللي اسمه اكس. تاني هات لي الفاليو اللي موجوده في الفاريبل او في ادرس الفاريبل اللي اسمه اكس. اما نيجي نعمل run للكلام ده هيطلع لنا ايه 10. هي ده بالظبط equivalent. خلينا ننزل ايه سطر جديد، وده equivalent بالظبط اما اجي اقول له اطبع لي الفاليو بتاعت الاكس. ماشي، انا فوق قلت له هات لي الادرس بتاع الاكس واطبع لي الفاليو اللي جواه. انا هنا قلت له بكل بساطه اطبع لي الفاليو اللي موجوده في الاكس. فمني دول التو اوبريتورز اللي احنا مني محتاجينهم عشان نقدر نتعامل مع ال او نعرف الادريسيز عامه، نقدر اعرف ايه هو الادرس بتاع فاريبلز معينه وهكذا. بس في بعض الاحيان انا محتاج، انا هنا طبعت الريزلت على طول، بس انا في بعض الاحيان انا ببقى محتاج احتفظ بالريزلت ديت، محتاج احتفظ بالادرس ده في مكان في ميموري تانية مثلا. فاحنا بنسمي حاجه زي كده بنسميها بوينترز. فانا بقول لك مثلا ان انا عندي فاريبل اسمه واي، والواي ده انا حابب اخزن جواه الادرس بتاع الاكس. فما اجي اقول له اطبع لي الواي، اطبع لي الكونتنت اللي موجوده جوه الواي، فهيطبع لي بكل بساطه ادرس. ايه الادرس ده؟ ده الادرس بتاع الاكس. طب خلينا خلينا ننزل هنا سطر جديد ونقارن ما بين الادرس بتاع الاكس والقيمه اللي موجوده في الواي. احنا بنسمي الواي ده بوينتر. بوينتر يعني ايه؟ هي ميموري ديديكيتد ان هي تخزن ادرس ميموري ثانيه. فانا قلت له اطبع لي القيمه اللي موجوده جوه الواي واطبع لي ايه الادرس بتاع الاكس وخلينا نقارن ما بين الاثنين دول. فهنلاقي ان القيمه تقريبا ايدنتيكال، يعني معنى كده ان هما الاثنين نفس الحاجه. طب انا دلوقتي مهتم اعرض الفاليو اللي موجوده في الواي في الاكس والفاليو اللي الواي بتشاور عليها. الواي بتشاور على ميموري صح؟ طب انا حابب اعرف الميموري ديت، الميموري ديت جواها فاليو ايه؟ فانا بستخدم الاسترسك اوبريتور. اما اجي اعمل ران طلع لي ايه حرفيا الواي بتشاور على الميموري بتاعت الاكس. انا قلت له انا اطبع لي الفاليو اللي الواي بتشاور عليها، وقلت له انا اطبع لي القيمه او الفاليو اللي موجوده جوه الاكس as a variable. طب تمام. طب احنا دلوقتي ايه طبيعه الواي دي بالظبط؟ واي تعتبر variable زي اي variable تاني. variable ده حتى variable ده في حد ذاته ليه ادرس، فانا ممكن اقول له بكل بساطه اطبع لي الادرس بتاع الواي، وبالمره عشان الدنيا تبقى اوضح اكتر اطبع لي الادرس بتاع الاكس ونشوف يا ترى هما الاثنين نفس الحاجه ولا لا. فهنلاقي ان هما حاجتين مختلفتين تماما.
انا في اول لاين طبعت الادرس بتاع الواي. الواي في حد ذاته بالنسبه لي يعتبر فاريبل. الفاريبل ده بيخزن ميموري ادريسيز، فلازم يكون بما انك هتخزن حاجه في الميموري فلازم يكون لها عنوان، لازم يكون لها allocated ميموري تحط فيها الفاليو ديت. وتاني حاجه قلت له اطبع لي الادرس بتاع الاكس. هنلاحظ ان هما الاتنين مختلفين تماما عن بعض، فاهم؟ اتمنى يكون كل حاجه واضحه لغايه دلوقتي. نيجي بقى لايه، لمور انترستينج توبيك. احنا دلوقتي حابين نكتب برنامج مثلا statistics. برنامج ده المفروض بياخد ارقام من اليوزر، والارقام ديت محتاجين نعمل عليها some sort of statistical operations، نطلع منها مثلا بانسايتس، نحسب مثلا متوسط الارقام ديت او الماكسيمم او المينيمم او الستاندرد ديفيشن او الفارينس فور اكزامبل. فاحنا mainly اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نبتدي نخزن الارقام ديت في اري، ولكن مثلا انا متوقع ان الارقام ديت اليوزر اكيد ارقام صحيحه، فدي اقول له مثلا ايه انت انبوت، ولازم احدد له السايز بتاع الانبوت. اقول له مثلا ايه ده اليوزر هيدخل لك 100 عنصر، ماشي. وابتدي بقى اعمل فور لوب، ومع كل خطوه في المية دول هيبتدي اليوزر يدخل، هيبتدي يدخل ايه ال values date. بس انا هنا مضطر اشتغل بالمية، مفيش يعني لو عايز دخل 200 لا مش هينفع، 500 برضو مش هينفع، انت اخرك 100 بس، ممكن اقل من المية بس اخرك 100. ان احنا نقدم static content او static sizes في برنامج المفروض يتعامل مع dynamic input مش حاجة كويسة خالص. فاحنا محتاجين نقرأ من اليوزر او نعرف او نحدد السايز بتاع الاري ديت relative للديزاير بتاعت اليوزر نفسه، اليوزر عايز ايه ونقدمه له. في حالتنا هنا هو عايز مثلا سايز بانبوت ان مثلا هو اللي يدخله، فده يعتبر الانسب لي والانسب لينا برضو، عشان في بعض الاحيان مثلا ممكن ما يكونش محتاج غير خمس عناصر بس، وهو ده الانبوت اللي هو هيشتغل عليه والحسابات هتشتغل على الخمسه بس. بس انا في الحقيقه حجزت 100، فهيبقى عندي 95 مكان unutilized memory unutilized، دي تبقى حاجه وحشه جدا. لا ده انا محتاج والبرنامج شغال ابتدي احجز على قد اللي اليوزر محتاجه، سواء كان كتير او قليل. ان هو يبقى static او fixed بالمنظر ده حاجه زي دي مش مقبوله. فابسط حاجه، ابسط حل للمشكله ديت، فانا هو اوريدي موجود حاجه اسمها الدايناميك ميموري الوكيشن، ان انا ابتدي احجز الميموري اللي انا محتاجها والبرنامج شغال. ففي حالتنا هنا باستخدام البوينترز فانا ممكن اقول له اغير الحته دي كده شويه، اقول له input int asterisk input equal new int، ماشي. واكون قبليها طبعا محدد ال n دي، احدد السايز اللي اليوزر عايزه وابتدي اقراه منه واحجز الميموري بتاعتي. اقول له انا عايز اليوزر يدخل لي ال n date، بعد كده احجز اللي هو عدد الاماكن، بعد كده احجز عدد الاماكن ديت، احجز array بالسايز اللي اليوزر عايزه، بعد كده اقراهم element ورا التاني وابتدي اخزنهم في الانبوت ده. بعد كده بقى المفروض اعمل اي حاجه بقى مش فارقه، do something. فانا هنا استخدمت كمان اوبريتور جديد. الاوبريتور ده بيسمح لي ان انا دايناميكلي احجز الميموري اللي انا محتاجها بالنوع اللي انا عايزه بالسايز اللي انا عايزه، ده هو النيو اوبريتور. فانا قدرت هنا احجز ميموري اللي اليوزر بس هو اللي محتاجها،
وابتديت طبعا ابتدي اعمل الاوبريشنز اللي المفروض ايه اللي المفروض تتم على الميموري ديت بعدين. يبقى انا دلوقتي قدرت اقرا الانبوت سايز بتاع الانبوت، قريت حجزته، بعد كده ابتديت اقراه واحد ورا التاني، بعد كده ابتديت اعمل ايا كانت الاوبريشنز اللي انا مطالب ان انا اعملها. خلينا نحل مع بعض شوية exercises related للtopic بتاع dynamic memory allocation. السؤال الأول بيقول لي إيه؟